نبتة الله سبحانه وتعالى جعل فيها الخير، والله إنها كنوز بهذا العصر، عصر الأمراض، مشاكل الكبد، فيروسات الكبد، مشاكل المناعة، نقص المناعة، مشاكل العظام والتهاب المفاصل. سبحانك يا رب في هذه النبتة، هذه الدرنة بنطحنها اللي هي الكركم، فوائدها جدا رائعة، هي بنستخدمها إحدى أنواع التوابل والبهارات، الآن تشاهدوها على الشاشة، وتسمى الكركب في بعض الدول، والزعفران الهندي اللي هي الكركم اللي معروفة عنا الكركم، والزرنب، شوفوا هالأسماء للكركم، يستخدم منها الجذور تطحن بودرة ناعمة، هي مثل الزنجبيل ومن عائلة الزنجبيليات، فوائدها جدا عظيمة، بتعطي لون ونكهة للطعام، بندخلها بالبهارات. إذا بيحتوي أو تحتوي هذه الدرن اللي هي الكركم على الزيوت الطيارة، مضادات الأكسدة، والبروتينات والألياف الغذائية، وبتحتوي أيضا على فيتامين جيم وكاف ويا، يا سلام، وأيضا والأملاح المعدنية مثل الكالسيوم، أيضا البوتاسيوم والصوديوم، شوفوا هذا الكركم اللي بتستخدموه للإبهار، إذا في من الحديد وفي من الزنك، نحكي إنه بمنع تساقط الشعر، وأيضا فوائده فوائد جدا عظيمة، أيضا النحاس، شوفوا، إذا كانوا يستخدموه أجدادنا بكثرة، ولا بيت كان يخلى من الكركم. حتى الهنود للآن لا يمكن يكون عندهم أي وجبة إلا فيها الكركم والفلفل طبعا، لكن الكركم عندهم هو علاج قرحة المعدة للفقراء والأغنياء، ما في قرح. اقرأوا، اتوسعوا في هذه المعلومات، إذا مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. لو أخذنا مقدار ملعقة صغيرة جدا على كوب من الحليب، لا نزيد، مرتين باليوم، لأنه له موانع، للي بيتناول الأدوية ممنوع يتناول الكركم، وأيضا مميعات الدم ومسيلات الدم يمنع عليهم تناول الكركم، والمرأة الحامل يمنع والأطفال. لكن من فوائده أنه بيخلص الكبد من السموم، يا سلام، إذا الكبد تخلصنا من السموم عان البدن بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا مجدد أيضا لخلايا الكبد. شوفوا هالفائدة في هذه الدرنة، هذا الكلام مش من عند حسن خليفة، هذا علم وتجارب وبحوث عالمية، لكن نوصلها لكم حتى تستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. الكركم محسن جدا للهضم، اللي عندهم سوء الهضم ومشاكل بالجهاز الهضمي، أيضا نعرف أنه الكركم طارد للديدان، طارد للديدان، أيضا بنظم الدورة الشهرية للنساء، ملعقة صغيرة على كوب من الحليب أو كوب من الماء ونشربه، أو مع علبة لبن رايب، فوائده جدا عظيمة. إذا بخفض ضغط الدم، ناس تحكي يرفع ضغط الدم، لا، بالعلم وبالتجارب وأجدادنا كيف كانوا ياخذوه عشان يخفضوا ضغط الدم المرتفع، إذا بيحمي البروستاتا وبيحمي من السرطان وسرطان البروستاتا، ومفيد جدا، بيخلصنا من الالتهابات وين ما كانت، إذا في التهاب بالقولون بالمعدة، سبحان الله، في هذه الدرنة اللي هي الكركم بيقوي، أهم شيء مقوي لجهاز المناعة، شوفوا هالنعمة مناعتنا، كنا اليوم شيبس وشوكولاتة وهمبرجر، ما في غذاء صحيح، نفسيتنا تعبانة، إذا عليكم في هذه الدرنة أو هذه النبتة اللي هي الكركم، فوائده جدا عظيمة، منشط للكبد وطارد للسموم من الكبد، ذكرنا قبل قليل، أيضا قاتل للفطريات والجراثيم لأنه مضاد حيوي، إذا مضاد للخلايا السرطانية، شفنا إيش الفوائد العظيمة لهذه الدرنة الموجودة عند العطارين ورخيصة الثمن، أوروبا بصنعوا منها كبسول، تنباع بالصيدليات، تباع كمكمل غذائي، أيضا فوائده جدا عظيمة لمشاكل الدورة الشهرية، ومنشط للدورة الدموية، منشط للدورة الدموية، ناهيكم عن فوائد لمشاكل المفاصل والتهابات المفاصل، دائما نحكي تناولوا ملعقة صغيرة من الكركم على كوب من الحليب 3 أسابيع ونجدد، إذا مهدئ للأعصاب، سبحان الله،
بهذه الدرنة، واقي من الإنفلونزا والزكام لأنه بيقاوم هذه الجرثومة. فسبحان الله على هالفوائد العظيمة، فوائد الكركم. أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من هذه الخصائص والكثير الكثير لسه عن فوائد الكركم، لكن اختصرنا حتى تعمل فائدة على كل الناس من شيء جعله الله سبحانه وتعالى بين إيدينا كانوا يستفيدوا منه العجائز أجدادنا وكانت الصحة والعافية لهم. ناهيكم عن فوائده للبشرة، ناهيكم عن فوائده للكلف، ناهيكم عن فوائده العظيمة لحب الشباب والمشاكل والأمراض الجلدية. هذا الكركم